أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي تزوج بأم البنين ليش؟ يقول لتلد لي غلاما فارسا شجاعا. هذا أبو الفضل العباس، بس أنت تتذكر، المفروض تتذكر شيء، تقول هذا خلاصة نية أمير المؤمنين، ذاك الأب طيب أمير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. هل نحن اليوم عندما نتزوج نفكر بأن نحصل على ذرية تنصر الإمام المهدي عليه السلام إذا نهض؟ لأن هذا الحين قال الإمام علي الأحقيل: انظر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب أتزوجها فتلد لي غلاما ينصر أخاه الحسين. احنا نتزوج، الشباب الله يخليكم المقبلين على الزواج، حطوا هذه النية عندكم، الذرية لنصرة الدين، لنصرة الإمام.